وإلى وزارة التموين، حيث تقدمت إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات إقامة الأسواق والمناطق التجارية لإقامة مشروعات تخزين الخضر والفاكهة وإنشاء أسواق حديثة على الأراضي التي يطرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين. أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين أنه سيتم دراسة هذا المشروع بما يحقق العائد الاقتصادي لمصر وتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية بإقامة مراكز تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق وتوفير الآلاف من فرص العمل. وإلى وزارة التنمية المحلية، حيث كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية القيادات على جميع المستويات المحلية بدءا من القرى وانتهاءا بالمحافظات بالمرور الميداني على المدارس بالتنسيق مع مسؤولي التربية والتعليم في كل وحدة محلية ومجالس الآباء وإعداد تقرير عاجل عن الإجراءات التي جهزتها كل محافظة استعدادا لبدء الدراسة في النصف الثاني من العام الدراسي وسد أي احتياج بالتنسيق مع الجهات المعنية.